بونجور تو الموند، صباح الخير جميعا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو من سلسله فيديوهات لا برونسياسيون، وكنت سلسله ابتديتها خاصه بالنطق اللغه في اللغه الفرنسيه، وكنت نزلتها على فيسبوك وعلى اليوتيوب. اللي حابب يتابعها مره تانية انا هنزل لينكات الفيديوهات في صندوق الوصف الخاص بالفيديو ده. النهارده هنتكلم عن سانت ايفر، خمس اخطاء لو تكلمناهم في النطق هيحسن نطقنا كتير وهيحسن قراءتنا للغه الفرنسيه. يلا بينا نشوف مع بعض. اول ايغور معانا النهارده، اول خطا هنتكلم عنه هيبقى متعلق بلاليزون في اللغه الفرنسيه، او حركه الوصل اللي نعملها بين كلمتين. لو الكلمه الاوليه انتهت بكارسون حرف ساكن والكلمه الثانيه ابتدت بفويال حرف متحرك، بعمل حاجه اسمها ليزون او بوصل الكلمتين مع بعض وبنطقهم كانهم كلمه واحده. اكزامبل les enfants، les enfants، ما بقولش les enfants. اكزامبل تاني elles ont، elles ont، ما بقولش elles ont. في حالات لازم نعرف انها اجباري نعمل elles ont، زي الحالات اللي شفناها دلوقتي، يعني ما بين الديتيرمينون او اداه التعريف لي والكلمه اللي وراها لو ابتدت ب فايل، وما بين البرونون سوجي يعني الضمير الفاعل لو جت بلوريال والفيرب اللي وراه لو ابتدى ب فايل. في حالات بختار اعمل الليزون فيها او بختار ان انا ما اعملهاش، هنبقى نعرف بعدين في فيديو تاني ايه الحالات دي ان شاء الله بالتفصيل. وفي حالات ما ينفعش خالص اعمل الليزون، واهم حاله واشهر حاله واللي كتير بيغلطوا فيها هي الكلمه بتاعت ايه او وات في اللغه الفرنسيه. اكزامبل ماري سيمباتيك اي انتيليجونت، ماري سيمباتيك اي انتيليجونت، ما بقولش ماري سيمباتيك اي انتيليجونت، كده يبقى ده خطا. اكزامبل تاني je voudrais manger une pizza et un sandwich، je voudrais manger une pizza et un sandwich، ما بقولش je voudrais manger une pizza et un sandwich. نخلي بالنا. الايغور التاني اللي معانا او الخطا التاني اللي هنتكلم عنه هو متعلق بلي كونسون انفر دو مو، او الحروف الساكنه في اخر الكلمات. القاعده العامه بتقول في اللغه الفرنسيه لو جه حرف ساكن في اخر الكلمه في الغالب مش بيتنطق. اكزامبل تو، تو، مش بقول تات، بقول فوا، فوا، مش بقول فواس، بقول ني، ني، مش بقول نيس. القاعده دي ممكن نستثنى منها اربع حروف، يعني لو جم في اخر الكلمه في الغالب بيتنطقوا، في الغالب يعني في برضه حالات شاذه ممكن ما ننطقهمش فيها، بس ممكن نعتبرها قاعده لو استخدمناها في معظم الحالات هنقدر ننطق صح. اكزامبل هو حرف، اول اكزامبل معانا هو حرف الال، فبقول بال، بال، مش بقول بو. الحرف الثاني السي اللي احيانا بيتنطق سي او احيانا بيتنطق ك، زي كلمه افيك، افيك، مش بقول افي. الحرف الثالث حرف الاف، اكزامبل صف، صف، مش بقول سو. والحرف الرابع هو حرف الار او الار في اللغه الفرنسيه، اكزامبل بيرد، فينير، فينير، او الافعال اللي بتنتهي بالاي اف الاخر بنطق الاف، مش بقول فيني. فنخلي بالك. طيب تعالوا نشوف على سبيل المثال حرف اغ او اغ في اللغه الفرنسيه امتى لو جه في اخر الكلمه مش بيتنطق. حرف الاغ لو جه قبليه حرف الاو يعني اخر الكلمه انتهت ب او اغ مش بنطق الاغ. اكزامبل فيرب بارلي، بارلي، او الافعال بتاعه المجموعه الاولى اللي بينتهي بالاو اف اخر مش منطق الاخ، مش بقول بارليغ، بقول بارلي. اكزامبل تاني كلمه زي كلمه بولانجي، بولانجي، ما بقولش بولانجير. طيب حاله تانية مع الاغ لو جه قبلها او و اي، يعني الكلمه انتهت ب اي او اف مش منطق الاخ. اكزامبل crier، crier، ما بقولش crier. اكزامبل تاني premier، premier، ما بقولش première.
خلي بالنا جدا ان القواعد دي لو ما طبقناهاش بيفرق كتير في معنى الكلمه. يعني كلمه زي كلمه بولانجي، لو كنت نطقت الاف كنت هتكلم عن الشكل المؤنث للكلمه. تعالوا نشوف مع بعض، بولانجي بولانجير، بولانجي بولانجير. نفس الموضوع مع كلمه بريمي، لو كنت نطقت الاف كنت هدي معنى الصفه المؤنثه منها. خلينا نشوف مع بعض، بريمي première. الخطأ التاني اللي هنتكلم عنه النهاردة هيبقى عن حرف الـ E. E. شايفين؟ E. بضم شوية شفايف وبقول بالراحة E. الـ E حرف مهم جدا في اللغة الفرنسية، لأن صحيح بيغير جدا في النطق لو اتغير نطقه. زي ما شفنا في الفيديو اللي فات الخاص بـ les accents في اللغة الفرنسية، إن الـ E لو جاء عليها accent aigu بتبقى E. E. لو جاء عليها accent grave بتبقى A. A. الـ E في اللغة الفرنسية لو جت في آخر الكلمة مش بتتنطق في غالب الحالات، لكن بتخليني أنطق الحرف أو الساكن اللي جاء قبلها. من الكلمات اللي بحب أستخدمها قوي هي كلمة élève، لان فيها ثلاث اشكال من او بتخليني افهم الثلاث اختلافات في النطق. فالاو الاولانيه عليها اكسون تيجو فنطقتها اي، الاو الثانيه عليها اكسون غراف ونطقتها اي، والاخرى الاخرانيه ما نطقتش نطقتني الفي اللي قبلها فبقت اي لاف. اكزامبل تاني، ادجكتيف او صفه غراند، غراند ما بقولش غراندو، grande. اكزامبل تاني، porte، porte ما بقولش porte. طيب بنستثني برضو من هذه القاعده، والخطا بتاعنا النهارده هو ده اللي عايزين نعرفه، ان في كلمات صغيره خالص يعني بتبقى عباره عن حرفين، الحرف التاني هو بيبقى الاو، لازم انطق فيها الاو والا هيبقى صعب عليا انطق الكلمه. اكزامبل جو، جو ما قلتش ج. و اكزامبل دو، دو ما قلتش ز او دي. اكزامبل تاني، لو، لو ما قلتش لي او ل. و اكزامبل كمان، سو، سو ما قلتش س او سي. نخلي بالنا برضو ان لو كانت الاو في الكلمات دي اتنطقت في صوره تانيه كانت ممكن تديني معنى تاني خالص. يعني مثلا جو لو كنت نطقتها جي كان هتديني معنى الفيرب افوار في الملكيه مع جو، انا عندي، فكانت هتنطقها جي. لكن انا الضمير الفاعل انا لوحده بيتنطق جو. نفس الحكايه مع دو، لو كنت نطقتها مثلا غلط دي كانت هتديني الجمع بتاع ادوات التنكير اللي هي دي، دي. نفس الحالة برضو مع لو، لو كنت نطقتها لي كانت هتديني الشكل الجمع لأداة التعريف لو، فكانت هتتنطق لي. لكن هي لو عايزة أقول أداة تعريف مفرد مذكر لازم أنطقها لو. لو كنت نطقت السو سي كانت هتديني الشكل الجمع لأداة الإشارة سو. تعالوا كده نقرا الجملتين دول ونشوف هنقراهم ازاي. Je suis passé sur un pont. Je suis passé sur un pont. خلي بالكم ما نطقتهاش جي او je suis passé sur un pont. قلت je suis passé sur un pont. هنلاحظ ان قاعدة الـ E في je، نطقت الـ E je suis، قاعدة الكونسون فينال أو حرف الساكن في آخر الكلمة ما خلانيش أنطق الأس سوي، وباسي الأو فينال أو الأو في الآخر ما نطقتهاش لكن نطقت الأو أكسون تيجو إي اللي هي الأو اللي قبلها. سور نطقت الأف زي القاعدة اللي خدناها من شوية، إن الأف تستسلم من قاعدة في معظم الحالات تستسلم من قاعدة الساكن اللي في آخر الكلمة فنطقتها سور. الان ما نطقتهاش اون لان الان من الكونسونت الفينال اللي في الغالب مش بيتنطق في اخر الكلمه. وبون ما نطقتش التي، نطقتها بو
عشان في ال او ان اللي هو فويل نازل، وممكن اللي يحب يرجع للفويل نازل هنزل برضو اللينك بتاع الفيديو بتاعها. فنطقتها بوم مش بوم. الجمله الثانيه je vais partir en vacances avec mes amis. Je vais partir en vacances avec mes amis. ما نطقتش je او j، نطقتها je اللي هي قاعده ال e مع je، و ما نطقتهاش vais، نطقتها v لان الاس كونسون فينال يعني حرف ساكن في اخر الكلمه ما نطقش. partir ال r اتنطقت لان هي تستثنى من القاعده دي في معظم الحالات. الان ما نطقتهاش ان او ان، الان ما نطقتش لان الان كونسون فينال بيستثنى او بيخليني ان انا ما نطقهوش في اخر الكلمه. وايه الاو ان بيعتبر التقاءهم بيدي صوت الان. وفاكونس ما نطقتهاش فاكونسيس، الاس ما نطقتش لانه ساكن في اخر الكلمه. افيك السي اتنطقت ك علشان احنا قلنا السي تستثنى من قاعده الساكن في اخر الكلمه. مي ما نطقتهاش ميز، نطقتها مي، الاس مستثنى في النطق في اخر الكلمه لانه حرف ساكن. وامي ما نطقتهاش اميز، نطقتها امي، الاس برضو بتستثنى كحرف ساكن انه يتنطق في اخر الكلمه. يبقى انا هنطقها تاني je vais partir en vacances avec mes amis. خلي بالنا في الليزون اللي حصل ما بين مي وامي، mes amis. الخطأ الرابع معانا النهارده النطق او الفرق في النطق ما بين الاي والاو. اي هنطقها كاني بنطق او كاني ببتسم، اي اي. تعالوا نضم شفايفنا بعد الحركه دي، هتيجي او او اي او اي او. زي كي كو كي كو. تعالوا نجرب كده ننطق كلمه زي كلمه مانيبيولي، مانيبيولي، مانيبيولي. الخطأ الخامس معنا النهاردة والأخير مختص بيه لفويل نازال. أنا كنت اتكلمت في فيديو مفصل عن لفويل نازال أو الحروف المتحركة الأنفية اللي الصوت بتاعها بيطلع من الفم والأنف. هي التقاء حروف مع بعض زي ما احنا شايفين بيدولي أصوات معينة. هنزل في الفيديو هنا برضو لينك الفيديو الخاص بيه لفويل نازال اللي حابب يرجع تاني ويستفسر عنهم أكتر. طيب هنلاحظ ان مثلا في اللغه الانجليزيه او ممكن برضه في اللغه الفرنسيه الحروف المتحركه لوحدها بتتنطق من الفم، لكن الفويل نازال عشان كده هي اسمها نازال يعني انفيه بتتنطق من الفم والانف. عندي ال ان ال ان وال ان 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 ان. تعالوا نشوف كده الكلمات اللي جايه هنطقها ازاي. بقول مثلا طن طن، الصوت طلع من الفم والانف ما نطقتهاش باين او با او بان، نطقتها بان. اكزامبل تاني زي بلان بلان، ما نطقتهاش بلان، نطقتها بلان. الاكزامبل تاني سالون سالون، ما نطقتهاش سالون، نطقتها سالون. الاكزامبل بعد كده لون لون، ما نطقتهاش لونت، نطقتها لون. وما نطقتهاش برضو لونت، الاو ما تنطقتش، الاو ان فويل نازال والتي حرف ساكن الاخر ما تنطقش، بقت لون. كمان فيرب زي فيرب بروندر بروندر، ما نطقتهوش بروندر او بروند، نطقته بروندر، الاو ان فويل نازال ان والال في الاخر ما نطقتهاش، نطقت الحرف اللي قبلها الاخر. prendre pantalon pantalon، ما نطقتهوش بنطلون، نطقتها بنطلون. ونخلي بالنا ان الحاجات دي فعلا ممكن تفرق معانا جدا في النطق. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتم، مستنيه تعليقكم وصباح الفل.